طيب يا سيدي، سوق متعة وما سوق متعة. طب الناس دي بتكسب ايه في الاخر يعني؟ تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ كان ضروري قوي احنا بنلف في سوق المتعه اننا نحاول نرصد الثمن اللي بيعود على كل تجار المتعه، ونعرف ايه القيمه الماديه اللي بيعملوه، ويا ترى استفادوا ايه. المشكله اللي قابلتنا هي محاوله حصر اللي قبضوا الثمن. لا احنا كتير قوي. عامه يا ريت تعذرونا، لان اللي قبضوا الثمن محتاجين على الاقل مسلسل 5 اجزاء ويتسمى ليالي الاتحاديه. احنا كتير جدا جدا، احنا عاملين زي الحفره، كل ما هتاخدوا منها هتزيد. وزي ما تعودنا طبعا هنبدأ بشهبندر تجار المتعة. انا اقسمت بالله ان احنا ملناش طمع، وهتشوفه ملناش طمع في اي حاجة يا راجل. وطبعا لان هو الكبير فكان لازم يكون القدوة، عشان كده الراجل ضرب لنا مثل في القناعة والرضا والاسمة والمقسوم والاسم. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وطبعا الثمن اللي اخده الكبير يهون قدام الاعمال القومية الجليلة اللي قدمها للشعب. ايش بقى قناة السويس جديدة؟ في حاجة؟ وكمان 1,000,000 وحدة سكنية للشباب بعد سنة واحدة بس. أن الشركة تفخر بالمساهمة مع القوات المسلحة المصرية في تنفيذ أكبر مشروع إسكاني في العالم العربي. إمتى يا فندم؟ ده بقى غير مشروع العاصمة الجديدة العملاق. إمتى يا فندم؟ ودي زي ما احنا شايفين اسمها مرحلة ما بعد الفلاتر. لكن كمان ما ننكرش إن في تجار متعة كتير قوي ضربوا مثل حقيقي في التضحية بكنوز الدنيا عشان خاطر بلدهم. أنا عرض عليا في هذا الجهاز 2 مليار دولار دولار وأنساه، رفضت. يعني بيمتعونا مجانا ببلاش. سلام على الوطنية. لو واحد حبه في حواوشي ياخده حواوشي، ما اللي خلاه يحطه في الكفتة يحطه في الحواوشي. حواوشي ماشي. أو عشان اللمضة وطولة اللسان دول السبوبة طارت يا ريس. التحقيق مع مروجي جهاز فيروس سي باستثناء عبد العاطي. وده طبعا غير أشهر واحد متعنا كلنا وفي الآخر خد أول صابونة في تاريخ الثورة اللي هو الانقلاب يعني. عظيم عظيم. نروح بقى نشوف صابي المعلم اللي بعد ما ذاكر وتخرج من أكاديمية التمرد العسكرية كلمنا له حاكم دبي يصرف له قرشين جاب بيهم حتة أرض صغيرة كده. وبعدها كلمنا له وزير الإسكان مديله المرافق وبنى عليها مصنع بسكوت. خدت إيه مصر بسكوتك؟ سكوتك دي كانت شفرة بقى وإحنا مش واخدين بالنا. وبعد ما تبنى مصنع البسكويت كمان كان لازم نسوق له المنتج. كلمنا الوزير التعليم اللي بمنتهى الشفافية رس عليه شوية منقصات صغيرة كده لتوريد الوجبة المدرسية للتلاميذ. هو بقى ده ما بيعملش حاجة لوحده أبدا. وطبعا ده كان الشخص المناسب اللي نستأمنه على صحة ولدنا. القضية البشعة بتاعة الوجبات الغذائية في المدارس اتكررت بقى 3 أيام دلوقتي، يعني مش ملاحقين على حالات التسمم للأسف اللي بتحصل في مدارس كتير. أكتر من 20 تسمم غذائي لطلاب مدرسة. نروح بقى للمتعجي محمد صبحي اللي استنكر مطالبة الشباب بحقوقهم وقال إن الشباب الصغير في سن 22 سنة ما قدموش حاجة للبلد. وده طبعا لأن الأستاذ صبحي في الشباب ويا مكافح في جميع مواقع العمل والإنتاج. اما الذرة دي عايشة، الذرة دي اتضح انها ليها حق في البلاوي المتالتلة اللي بتعملها في الناس. يا روح لحد دلوقتي ما قدم لناش كشف حساب بصندوق دعم العشوائيات اللي جمع فيه فلوس، ولا عرفنا اصلا هو كان جمع كام. وده طبعا لانه اكيد اعتبر ان حصيلة الصندوق دي حاجة على جنب كده، وده يأكد لنا ان الفنانين طبعا على دين اللي مسرحهم. هتدفع يعني هتدفع تدفع حبة الجيب حبة المصر اخت حلال عليك يا عم. وده بقى مثال تاني للثوري اليساري. مش يساري؟ حرية وعدالة؟ جمال أبو عيطة مرشح حزب الكرامة على قائمة التحالف الديمقراطي الحرية والعدالة. معلش مش مهم، المهم إن أحباله الصوتية تهتكت في الوقفات الثورية والعمالية. الحرية والرغيف، الحرية والرغيف، مطلب أي وطن شريف، مطلب أي وطن شريف. والراجل ياما فشخ كل الأنظمة، هو بيطالب بالعدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وطبعا كان لازم يقبض الثمن. تمام، جات لك في ملعبك دي يا حلو. وزير قوة عاملة بقى، يعني الثورة ركبت وبتحكم وحقوق الغلابة و ايه؟ سيس الحقني ابو عيطة دبحني يا ابو عيطة في كلامك، الله يرحم بقى ايامك، هو الكرسي غيرك. طيب مفيش فايدة بقى في الكبار. طب نشوف الصغيرين خدوا ايه. دي بقى منى البحيري، غني عن التعريف انها بقت اشهر من الملكة اليزابيث، وده بس لانها بتتكلم انجليزي فشر اليزابيث وكل سكان قصر باكنغهام. ايوه لازم تومي اوكي.
وبحكم حضورها الإعلام الطاغي كان مكافئتها أنها تمثل مصر في مؤتمر الإعلام العربي في دبي. أنا بحب التراب اللي بينشي عليه السيسي لأنه تراب أرض مصر، وبحب السيسي لأنه رجل وطني ضحى بمنصبه كوزير دفاع علشان يكون رئيس للجمهورية، وهذا منصب أقل. هو اللي بيكذب بيروح فين؟ دبي طبعا، وأحيانا لبنان. أوباما when you underestimated إيه؟ خد تو كنترول ان ذا وورلد ثرو اند دونت كنترول ار يو رايت ار يو رايت. ولان اللي باعوا كتير واللي قبضوا تمن بيعهم اكتر وزي ما قلنا صعب حصرهم كلهم، تعالوا بقى نشوف فقره سوق المتعه الدولي. هتشوف ازاي ان تمن المتعه ممكن يبقى رز اماراتي. وبلغ اجمالي ما قدمته الامارات خلال العامين الماضيين اكثر من 14 مليار دولار. احيانا بيكون طيارات اباتشي امريكيه، وممكن يكون سلاح روسي. ده برضه صفقه السلاح اخبارها ايه؟ سلاح ايه؟ وفي الاخر يرسى على جاكيته بنجمه حمراء. ايه في حاجه؟ لحد هنا وكل اللي قبض التمن يحمد ربنا ان وقت حلقتنا خلص، بس اللي ملقاش اسمه المره دي يستنانا الحلقه الجايه، وانتوا كمان استنونا الحلقه الجايه لان وعدتكم تكون مفاجاه جديده من مفاجات سوق المتعه، ونشوفكم على خير ان شاء الله.